سياستان تدميريتان مختلفتان اتبعتهما ميليشيا الحوثي وصالح في هذا الحي وفي أحياء عديدة في مدينة تعز. تمثلت الأولى بالتدمير المباشر أثناء مرورها الفعلي، فيما تمثلت الثانية بسياسة التدمير الغير مباشر، وذلك عند إجبارها على الخروج باستهدافها عبر آلياتها العسكرية التي نصبتها على تلال ومرتفعات أطراف المدينة. أربعة عشر شهراً هي المدة الكاملة التي رضخ فيها حي الجحملية لوطأة الميليشيا الإنقلابية، وهي نفس الفترة التي مارست فيها سياسة التهجير القسري لسكانه والتدمير المباشر لممتلكاتهم ومقدرات بناهم التحتية. أربعة عشر شهراً عانى خلالها المهجرون والنازحون تفاصيل تشرد وشتات، تجرعوا خلالها مرارة العيش وقسوة الحياة في كل محطة توقف فيها. الناس شتتوا. شوف أنا بالنسبة لي خرجت زوجتي على أساس بتروح بلاد مرات أخي، هذه قد كنا متفقين، ولا قد كنت أنا بروح أنا وهم الدمنة عند ناس يعني كنا ننفعهم هنا، قالوا إذا حصل لكم شيء تعالوا عندنا، فخرجتهم وراحوا المسرخ. أجاوا الحوثيين للبيت البيضاء طول الليل دقوق، قال السلقوا هل حق ثلاث أربع أيام، وبعدها ما كناش نرقد، بعدها خذنا لهم حافلة وقزعوا روحوا القرية، وإحنا جلسينا أنا والولاد كنا نجلس بالبيت حميتنا ولا حينا، جلسينا وقع بالليل دخلوا المقاومة للبيت هذا طردوا هذولك وهذوك دخلوا المقاومة للبيت هذا وما جاءوا لك بالدبابات وجاءوا بقذائف من البيوت اللي جيراننا واحنا داخل مخبئين تحت دقوق طول الليل، ما خلونا ما رقدناش ولا ما بقولوا جز تراب غبار اللي فوقنا واحنا تحت مخبئين. وبعدها جلسينا المقاومه خرجوا الساعه 3 بالفجر وخرجوا طلعوا ما فوق، الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله يصيحوا. المهم واحنا خلاص هدأ الدنيا ما فيش، دخلوا هذا بكرنا الصبح صلحنا الصبوح صلحنا هذا وهم بعد دخلوا لنا سلم رموا لداخل دق، قلنا لا في عوال، قالوا لا، ورموا علينا قالوا عدد من الحوثيين، دخلوا يلا سلم نفسك سلم، اتصلوا اصحابهم قالوا معنا دواعش، قلنا لا ماذا بني وهذا مفاتيح البيت وهذا البيت عادي سلم موقع بشين بس إلا الطيقان حاجة بسيطة تكسرين وهذا، والله وخرجنا خلاص سلمنا التلفونات والمفاتيح سلمنا وخذوا معنا تحقيقنا والولاد بالبيت اللي تحت، وعلى وبعدها خلاص ما معنا إلا العلاقيات شليناهم منزل روحنا الولاد قاسين 4 شهور ورجعنا معي دباب شليته من البيت اللي تحت كسر الزجاج وهذاك وشلوا وروح بالقرية وجلسيته 4 شهور بعد ما فيش فائدة رجعنا والله دخلنا الحوبة طبيعي حمل البلاد كان تعب الماء بعيد ما فيش ماء معنا كنا ناقل وصل الدبة وقدنا مسافة بعيدة وتعبنا ورجعنا دخلنا الحوبة نستأجرنا بيت يعني بدروم تحت.
لم تنسي هذه المعاناة الحاج أحمد الشرعبي قصة الرعب الحقيقية مع تلك الميليشيا حين باغتته إلى عقر داره وقتلت عليه نشوة الفرحة التي ينتظرها لإتمام تجهيزات احتفائه بزفاف ابنه، أجبرته على ترك منزله وعمدت إلى تفجير محيطه ونهب محتوياته بطريقة استفزازية فقدت فيها كل أخلاقيات الحرب. فجروا البيت اللي جنبي هذا، قالوا فجروا البيت حقك، قلت حق الله ما بنعمل. قال السيد حزين شهر والله، ورجعوا البيت اللي جنبي هذا ضرب صاروخ وفلت الجدار اللي فوق الدرج حقي، وما نزل الأرض للثلاث لفات للسقف، للثلاث دور للسقف، تعمل كيف؟ المهم والبيت هذا حصل قذائف من هنا ومن هنا ومن هنا، دقوا به، قالوا له قالوا قد دقوا بيتك خلاص، فجروا به. وانا جالس طول شهر رمضان حزين، ما كنتش ارقد، ما جلست اشتغل عمر 30 سنه، وانا اشتغل داخلي اصلح هذا، وعقدنا للولاد نزوجه وقد كان جاهز. والمهم اشتغلت، رحت السعوديه واشتغلت، واشتغلت هنا كما عيد الباب اشتغل 30 سنه عمر اشتغل وخلصت وقد جاهز مشطب، الاولاد عقدنا له نزوجه. والله وجاء لك دق ابي مع زوجنا له بالحوبان وبزعله، ما عقينا له وقصفوا سرقوا كل حاجه وشلوا كل شيء، ما طرحوا شيء، كان معانا كل حاجه طرحنا كل شيء، شغل عمر كامل، حتى البصائر طرحناها وما عدوها الا من ثعبات من هناك من هناك، ما احنا سدارين قلنا ما بوشي همش قزعوا الا طريق الشارع والشارع الرئيسي وراحوا لهم منزل، ما احنا سدارين نشقوا يدمروا قذائف تهز البيت هز، وسلم الله موقع بناشي محمد الحمد لله ان احنا بخير ما في شيء ولا وقع بالقوه الحاجه، بس البيت تدمر اللي فوق الدور الثاني مره، واللي تحت صلحنا منهم، صلحنا الابواب تكسرين مع الانفجارات مع القذائف، والطيقان ما هن سروقين الألمنيوم شلوهن، والأبواب الطيقان والأبواب تكسرين، خلاص الحمد لله عايشين تمام ما بشي. في 17 من شهر يونيو 2016 أجبرت ميليشيا الإنقلاب على الخروج من حي الجحملية، وفي ذات التوقيت بدأت بشن حربها الانتقامية الغير مباشرة من خلال تبني عمليات قصف شبه يومي بشكل عشوائي من مواقع تمركزها على أطراف المدينة. طالت المنازل والطرقات والأزقة والممرات، لم تستثني منهم أحد. يعني من بعد أيام التحرير مباشرة يعني كان باليوم 50-60 قذيفة يوميا، هاونات هوزرات يعني شلوا لك الشوارع، هذا أثر الهاونات وهذا أثر الهاونات كله لهنا للشوارع، هذول الشوارع المجاورة، حتى القتلى اللي هنا الأربع الأطفال يعني البيوت ما سلميش، كل الحارة بشكل عام يعني كان بالليلة 50 قذيفة، وشوف فرق الخمسين قذيفة داخل الجحملية، كل واحد يأخذ نصيبه، والحمد لله عادوا ما كانش فيه عندنا سكان كثير بكثر، يعني كان داخل الحارة هذا حوالي 3-4 أشخاص فقط. بعدين جاءوا النازحين ملينا البيوت حق الناس، دخلناهم بيوت الناس، والحمد لله على السلامة ربك يعني لطيف. أم عيسى أجبرتها معاناة النزوح والتشرد والشتات للعودة بأسرتها إلى محيطها المعيشي في فناء الحي الذي ما إن وصلته تراءت أمامها مشاهد الدمار والخراب مروعة. ذهبت للبحث عن منزلها فوجدته هو الآخر
قد تلاشى بين الركام حدث أعاد إلى أذهانها تفاصيل حكايات مؤلمة عاشتها مع عناصر الميليشيا بداية المرور. كان احنا كذا عايشين بس كل واحد مسكت لسانه، ما نقدر نتكلم ولا نقدر نتحاكي ولا نقدر نقول لابن الناس ولا كيفي، كل واحد خايف على عمره. ده انا غدا نقول لك اقول له ابني ما هلوش اطلق لي نار، افتهم لك يعني الساعة هذه فين تروحي، هذا الوقت فين تسيري، ان تروحي تقيلي، ان تروحي تجلسي مع من، تجلسي مع من كذا مع من كذا. حتى في كان نسوان من الجحمل ينفسهن حوثيات، كان يدخلين الجوامع، يدخلين لا في عزاء لا في عرس، وهن التقصين ايش اللي يقولين هذولا. اجا معانا موت هناك مرة في عند جامعة التوحيد فوق موت، وبعدها واحدة من الجيران حقي تقول لي يا أم هيثم كما هذه كذا كذا، خلاص اضطرينا ان احنا ما نروحش الموت، خلاص بدينا عليهم يوم واليوم خلاص ما سطيناش. قلنا لا صرت تعند الواحدة من بناتنا، لا صرت تعند واحد من عيالنا يشروع علموا علينا ولا حاجة، ما نستطيعش. كان متمترس هنا وهناك بالركن عند الكنبة هذيك، أني داخل أجل حوثي دق لي الباب، أنا خرجت جاوب أقول من؟ قال لي أنا. خرجت افتح أقول من أنت؟ قال أنا عرفته. قلت له ما تشتي ابني؟ تشتي أي حاجة مننا ولا حاجة؟ قال لا لا أنا اشتي ابنك. قلت له ايش تشتي منه ابني؟ قال أنا اشتو. قلت له ايش المقصود تشتي من ابني؟ مو تشتي منه؟ قال أنا اشتو. قلت له ابني ما هلوش مش موجود. قال ابنك داخل. قلت له ما هلوش، اشهل الباب اسرع لوجهه وهو تساخر لبعيد، اتساخر لبعيد وديني طلقه على اليد حقي، هذه من الحوثي ضرب بالآلي ليدي، انا ما ادريتوش انه ضرب علي نار وبصق لي يدي. الشباب اللي بالشارع يقولوا ام هيثم الحوثي طلق علي نار، الحوثي شوفوا النبي الحوش، شوفوا النبي الحوش. جاؤوا لي وانا مضربه اصل الحوش حق بيتي، واني بننزف من يدي، اجاوا يشلوني كذا، هاي يشلوني اليد حقي مبعود كذا مقنوص، وهذا الذي اشوفه من الحوثي. شفت يدي الان؟ وانا كنت خيط على عيالي بالماكينه، الان ما اعرفش حتى اكل الان. لو اجي كذا افعل بالملعقه تروح الملعقه لهنا ويتكرر على الكل، اضطر انني اكل بيدي. شوف كيفي الان، ما اعرفش الان اشتغل بالماكينه، صابني بيدي الان، وروحي كله مريض. آخر مرة ضربني بالقذيفة من عند دائرة الأمن لما وصل إلى أصل حجرة من خلف البيت، دخل من البلكونة الصغيرة لما فتحت لك البيت كله، وفعلوا لعبوا وأنا أسفة، ضبحوا بلا داخل قرحوا وخلص حرقونا، باقيت ما شلوا الأداة الكبار الكبار من آلي من ذهب من بصائر من كل شيء. والله يا ابني ما معي حاجة من قص بيتي خرجتها غير اثنين رواب حق المطبخ. بعزيمة وإصرار قررت أم عيسى تحدي الواقع المليء بقصص الدمار والقصف المتواصل، وأوجدت لها ولأسرتها مسكنا للعيش فيه إلى أن باغتها الجرم الميليشياوي مرة أخرى، لكنه هذه المرة كان مؤلما وقاسيا. قذيفة ميليشياوية عشوائية غادرة خطفت منها فلذة كبدها عيسى وثلاثة من رفاقه في وضح النهار. جاء عيسى العنسي مرة هنا كان ماشي بالشارع أنا بالطاقة، وهو الأكبر أكبر واحد منهم عيسى، عيسى الحميري. بعدين يبحث عن التغطية الأولاد حقي، أيضا أخذت تلفون قلت له شوف لي تواصل مع خاله للبلاد، طلع على جنبته من عبد الجبار وبقى في يتكلم مع واحد، هم نزلوا الأربعة دخلوا الزغط الصغير على طول القذيفة ما شاء الله قدر. قال لي ايش لابس؟ قلت له لابس جاكيت اصفر ولابس ترنج مشطط مخطط بابيض، وفعل كذا هز راسه هو اثنين. قلت له ايش في عبد الله؟ احسب قا عيسى فعل مشكله معه. ايش في عبد الله؟ قال ما فيش مشكله ولا حاجه، بس جات القذيفه وعيسى اتعور من جيز الجهال اللي تعوروا. انا بساعتي خرجت بدون شعور من البيت، ما يعرفنيش كذا بوجهي، خلاص يعني شافني طبيعي. واني داخل الحمام استنقى خرجت واني بشعري يا ابني
وخلي على الله بس. خرجت وألحق بعد أقول له عبد الله أمانة إيش في؟ قال تحمدي الله أنا على طول لبس البالطة وأمشي من هذا الشارع كذا 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 ما نشتري أنا بقى الضربة أمشي كذا 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 قالوا لي بالمكان الفلاني أمشي لهي متخبط أشوف إلا الدميان مكرر أين هو ابني قالوا بالمستشفى الروضة خلاص بساعة هم التفوا الناس شلوني للبيت يوم عيسى نحن شدي لك عيسى بخير قلت له عيسى مات مش بخير على هذه الواجهة اللي شفتوها بالأرض خلاص شلوني للمستشفى الروضة أجده ابني وسط الثلاجة ونازلين يصلي لا قاتل لا حارب ولا فعل شيء روح كنا أجري لا رأس القحملية وبثنين المستقيمين قالوا ما هلوش ابنك مش معهم مش معهم يعني سكتوني علشان أسكت أمه وأخوته قاوا اكتشفوا بعدنا بعدين أجا واحد قال صح اللي هلولو ليش تكذبوا عليهم بعدين اتجننا وصروحنا ما هو خلاص ما هدأوني اللي بإبر رجعوا يضربوا لي إبر مهدئ ولا الآن مكاننا يعني متعبان علو يعني خلاص وقت المنام أفقده وقت الجلسة وقت السيرة بين 15 سنة سألك بالله مش حرام بين 15 سنة هو آخر واحد هو كان الكل بالكل دراسة عند الجامع عند المذاكرة يا عيسى روح يا عيسى رجع يا عيسى كذا يا عيسى كذا أنه كان ينفعنا كان يندي لنا الغاز يندي ذي يندي ذي ما معناش غيره هو الصغير ينفعنا كلما كبر كلهم كل واحد بعمل هيثم ذواء شلونا الحوثيين 8 شهور يعني الله قد تحمل له داخل صنعاء ما خرج انه شنه سالي خرج انه تعبان نفسيته كل شيء كذا مدمره نحن عيشتنا كلها مدمر اصبحت لا يدي اصبحت لا بيتي اصبحت لا ابني هلو اصبحت يعني كل شيء ما فيش بيدينا اي حاجه عيالي كلهم خريجين جامعه ما دخلوش مع اي طرف كلهم يعني معهم قرآن هذاك مجيز بالقرآن هيثم اللي شلوه الحوثي مجيز بالقرآن هو الآن أي جاهل ينجح من طرفه بالقرآن يجيز له مجاز هيثم من تبع بتهايل 2 بنات دكتورة أسنان 2 ذن بالجامعة هذا مستوى ثالث أنا أحارب جامعات أنا ما أحاربش أي طرف يا ابني زادوا نتعولي اللي هو القلب اللي هو القلب حق البيت نتعو الحوثي الله ينتعو من مكانه واقع حي الجحملية مليء بالقصص والحكايا والتفاصيل التي أثخنت الميليشيا الإنقلابية على توريثه ووزعته على كل مستوى الفرد والأسرة والمجتمع بشكل متفاوت واقع قضت فيه على كل سبل البقاء ومقومات الحياة التي صدمت الكثيرين ولم يفيقوا من هولها حتى اللحظة قسينا 2 و6 شهور عاد احنا رجعنا الحين رجعتوا تحت فوق ما قدوا مسرق كله قال كان يمشوا يقزعوا هذا لما هم اللي حقوا الحوثيين والسرق يقزعوا ينظفوا فتحوا ولا عخل مسرق كيف الحارة شوف كيف البيوت شوف ها خرابة في الدنيا الحين مع جالسين احنا والحناشة والأخارب والحين حيوانات خارجين والبيت يعني ما رجعنا بين لو قد يعني مع الضربات والمسبون يعني راح الطيقان راح الابواب القمريات المسبون كل شيء راح المهم دمار الجدران المهم يعني خراب كامل يلا رحت مقطبي الرديف اللي فوقي عصاتي الذباب الغاز والحاجات والفورم ولا الماكينة النجارة والأداة وهذا والفراشة ذو عدل الفراشات هل عاد حريق حقهم ذو عدل خرجت من الحلة هنا ما رحنا المحل السمت شفاع الكيس شفاع هذا الرقلة كل شيء هذا وقع وحريق ذو بعض الجدار شوف الحريق والبديل جنبه بقبل عيار الحريق تبع لأن الماكينة كان هنا ماكينة النجارة حارق خرجت له ابن حبيس الابن الثاني شلته القذيفة الحوثي رصصني عرس بيتي الحوثي سرقني الحوثي نهك بيتي الحوثي نهك الشعب كله منهوك من تحت رأسك الحوثي ايش اللي يخبرك ايش اللي يجي يسندنا ما بوش اي طرف يسندنا
وش برد حقنا الدموع وش برد لها قلوبنا؟ ايش اللي سندنا من الحوثي ولا من اي طرف؟ مناطق واسعة ومنازل عدة في حي الجحملية لا زالت حتى اللحظة بقايا أطلال وأماكن مهجورة لم يعد إليها السكان الأصليون، حتى المتواجدون إما نازحون من مواقع احتراب أخرى أو مجبرون على العودة. قال قدو من الصبر كم باقي للساحل؟ ساحلين. قال ساحل عدن. قلنا لا باقي لفتين. شوف أنت بأعلى قبل صبر، تشوف لك التربة الحجرية، تشوف المخاء، وأنت تدور البحر، دور عدن. يعني دخلوا تعزهم مش عارفين وين تعز ولا وين عدن ولا والله ما لهم حل. يعني كأنهم مغيبين، عقول ما فيش. يعني عبوهم أفكار مغلوطة وناس خارجين من الأرياف، معظمهم من الأرياف، واللي بالمدن حتى هناك ما مش عارفين تعز يعني ولا صنعاء فيني ولا عدن من تعز فين ولا المخافين، والله ما مش عارفين فينهم. يعني حبوب مخدرات اللي اكتشفناها معاهم هناك عندنا بالبلاد، يعني عمل له حبه خلاص ولا هو عارف نفسه فينه. اموت يا ابن ادم، قتل حرام. قال لك انا جيت في سبيل الله، جيت بكفني اقاتل، شهاده. يعني الشهاده بالطريق اسرائيل معروف.